ويلتحق بنا من الدوحة مراسل الإخبارية خالد التميمي. خالد أهلا بك، ما هي آخر الاستعدادات للمباراة التي تنطلق بعد قليل؟ نعم، تحية طيبة لك مسفر وللسادة المشاهدين. نتواجد الآن أمام استاد المدينة التعليمية بقطر، حيث سنكون على موعد مع ثاني مباريات المنتخب السعودي بعد لحظات، والذي سيلاقي نظير الفلسطيني. طبعا هذه المباراة مسفر هي تضميد للجراح، كلا المنتخبين خسر المباراة الأولى من هذه البطولة. المنتخب السعودي خسر المباراة الماضية أمام المنتخب الأردني بهدف دون مقابل، وكذلك المنتخب الفلسطيني خسر بأربعة أهداف دون مقابل أمام منتخب المغرب. هذه المباراة مهمة جدا، حيث سيدخل الفريقين وهما يريدان الثلاث نقاط وكسب الأداء الجيد أيضا ومواصلة المنافسة في هذه البطولة. طبعا التمارين الماضية مسفر شهدت حضور المشرف على المنتخب السعودي الرديف السيد هيرفي رينارد، تحدث مع اللاعبين بعد المباراة الماضية وقال لهم بأنكم مستقبل الكرة السعودية وعليكم التركيز الجيد في التمارين وكذلك في المباريات، وأثنى كثيرا على بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في خاناتهم الرئيسية كسعود عبد الحميد الذي أثنى عليه وقال بأن الهزيمة الماضية ليست بسبب وجود سعود أو غيره من اللاعبين في خاناتهم الرئيسية. طبعا هذه المباراة ستكون يعني حضور كبير من الجماهير التي قدمت قبل قليل إلى ملعب المباراة. طبعا كانوا في مقر السكن الذي تكفل به الاتحاد السعودي لكرة القدم، هنا ما يقارب 1500 تذكرة إلى 2000 تذكرة تكفل بها الاتحاد السعودي، حضور كبير لرابطة المنتخب والجماهير. وبإذن الله تعالى سنكون اليوم مع طرب وهزيج خضراء مع هذه الرابطة، كذلك سيكون هناك توزيع أعلام على الجماهير المتواجدة في مدرجات الملعب.